حاطط سوكت فوق البوتاجاز. الكود منع كده يا اخوانا، الكود منع كده تماما. يجب عدم تركيب مقابس فوق اجهزه الطهي. اي جهاز طهي ممنوع تركب سوكت فوقيه، زي ما انت شايف في الصوره كده. هو بيبدا يركب سوكت يمكن بعد 60 سنتي من جهاز الطهي، من الطباخ او من البوتاجاز بتاعي. تمام، ناحيه تمام الكود بيقول ايه من ناحيه حنفيه الميه. انا الاقي الصنبور بتاع الميه او الحنفيه في الحوض، والاقي واحد حاطط لي سوكت تمام فوق الصنبور، لازم يشترط عندي يبقى في مسافه لا تقل عن 600 ملي، يعني 60 سنتي من اي صنبور. اي حنفيه ابعد عنها 60 سنتي يا شباب، اي حنفيه ابعد عنها 60 سنتي زي ما احنا شايفين في الصور. في حته مهمه جدا، الاماكن اللي احنا بنسميها ويت اريا او بيسموها الفراغات الرطبه، الفراغات الرطبه ده بيشترط ان يكون المقابس او السوكت من النوع ار سي دي، زي ما احنا شايفين في الصوره كده، ار سي دي ريزيدوال كارنت، تمام، عشان يحميني من اي تسريب تمام في الاماكن المبلله. من ناحيه الفلور بوكس يا اخوانا، من ناحيه الفلور بوكس الكود بيقول ايه؟ يجب ان تكون المقابس مثبته في الارض محميه بدرجه حمايه على الاقل 24 اي بي 24.